לאומי ואת השר הפשיסטי לביטחון בכלל. זאת היא הדרך, אנחנו מתחילים ואנחנו לא נעצור בהפגנה הזאת. يعني في نهاية المطاف هذه أكثر مما هي عملية تضامن، هي عملية مظاهر تظاهر ضد الإرهاب، الإرهاب الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي. هذا هو العنوان الصحيح. ما شاهدناه اليوم في جنين هو مجزرة مخططة ومدبرة مسبقا، وهي محاولة لنقل الأجواء التي تريد أن تخلقها حكومة الفاشيين إلى الشعب الفلسطيني وإلى العالم. أنا أعتقد أن الشعب الفلسطيني وكل من يريد أن يقاوم الفاشية، إذا كان عربياً أو يهودياً، فلسطينياً أو غير فلسطيني في المنطقة وفي العالم، يجب أن يخرج الآن ليعطي الجواب للإرهاب الإسرائيلي. نحن نواجه الإرهاب، هذه حكومة إرهاب، هذا احتلال إرهابي. ولذلك هذه المعركة ليست معركة، يعني المعركة على الديمقراطية لا تنتهي بالدفاع عن المحكمة العليا، المعركة على الديمقراطية الحقيقية تبدأ بمقاومة الاحتلال وتبدأ بالتضامن مع الشعب الفلسطيني وبوقف هذا الإرهاب الدموي والمجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. عمليا كانت هناك محاولة فاشلة من الشرطة لمنع رفع العلم الفلسطيني، طبعا هذا الأمر غير قانوني، وأيضا كان تواجد النائب عفر كسيف الذي تناقش مع رجال الشرطة وبالتالي منعهم من إنزال العلم ومنعهم من القيام باعتقالات إضافية. تم اعتقال شاب واحد في بداية المظاهرة بعد يعني سجال بينه وبين رجال الشرطة. الشرطة ادعت أننا يعني برفع العلم أننا نتضامن مع تنظيم إرهابي، وطبعا الإرهاب بالنسبة لنا هو الاحتلال، هو الجرائم التي ترتكب يوميا في الضفة الغربية، في القدس المحتلة، في قطاع غزة، وهذا هو الإرهاب الحقيقي، وهذا هو الإرهاب الأساسي الذي تعاني منه بلادنا. هذه المظاهرة تم تنظيمها في غضون بضع ساعات، كان هناك تجاوب جيد نسبيا، حضور شبابي جيد. نحن طبعا نبعث بتحياتنا التضامنية إلى أهلنا في مخيم جنين ضد هذه الجرائم، ونحن نقول لشعبنا الفلسطيني أننا شعب واحد. حين يسفك الدم في جنين نتألم في حيفا، نتألم في يافا، والعكس صحيح أيمن أيضا. ومن هنا نطلق صرخة من حيفا، من وادي النسناس لجنين ولمخيم جنين ولعموم شعبنا الفلسطيني. يعني واجبنا احنا كمان تجاه كل شعبنا، انه يعني مش بس موضوع الجهاز القضائي، واجبنا كمان نوقف لما في مجازر اللي عم بتنفذها الحكومه الاسرائيليه، هذا واجبنا بكل موقع. الشرطه عمالها بتشتغل بنفسيه بن غفير، بنهاية المطاف غير قانوني تنزيل العلم، يعني بيقدروا يحاولوا ينزلوا القلعة العلم، بالاخر في المحكمه بيطلق سراح اللي بيرفع العلم. فيعني في محاوله من بن غفير والسلطه انه يحطوا شروط جديده للعبه، ظروف جديده للعبه، يقرروا انه اللعبه تنلعب حسب معايير بن غفير، وهي المواجهه اللي لسه مكتوبه علينا بالسنوات الجايه. في كان اعتقال اللي على الاغلب يعني خلال الساعات القريبه يطلق سراحه، واذا لا بكره بنجاب قدام قاضي ويطلق سراحه، لانه ما كان في سبب لهذا الاعتقال. يعني كان الدعاء وكانه هو يعني بدعم الارهاب، يعني مين بدعم الارهاب؟ شاب يهودي اللي جاي يتظاهر ضد اللي صار بجنين، تهمه بدعم الارهاب شيء كثير اكبر من ايش ممكن انه قدام قاضي انك تبرهنه.